السلام عليكم احمد او شونج اكس بونج، مقطع جديد. طبعا شوي الاوضاع ما هي متزنه، جالس اضبط في ستاب حق الغرفه زي ما انتم شايفين ورا، تقدرون تباركون اس اكس بي اخيرا بتشوفونها 24 ساعه، يعني في كل مقطع ابثركم فيها باذن الله حبه حبه، واضبط ام ستاب اللي بالغرفه وتصير الغرفه ممتازه جدا. بطول عليكم يا اخوان، مقطع اليوم عباره عن جزئين. الجزء الاول فعاليه بسيطه كذا، طلعت من الا فعاليه كذا، من الفراغ طلعت فعاليه الفواكه يا اخوان. بشرحها على السريع، هي تعتمد على سرعه فهمك، كيف طريقتها وكيف الفكره جت. طبعا هي فكره من راسنا، كل واحد بيختار نوع من الفواكه او الخضروات. عندنا قسمين، فواكه وخضروات. الخضروات تحتها الكوسه، الخيار، الخ، والفواكه البرتقال، التفاح. عبد الله اختار برتقاله وعبد الرحمن اختار خياره. الان احنا نتكلم انا وناصر، بقول مثلا ناصر انا امس رحت سوق البرتقالات، البرتقالات تنقزات، والخضار نفس الكلام، التفاحه تنقز اذا قلنا تفاحه، والبرتقاله تنقز اذا قلنا برتقاله. فعاليه من الكيس لكن فيها ضحك. صحيح انها صارت في لخبطه شوي، لكن تداركنا الوضع في الاخير وحاولنا ما نظلم احد. تنويه بعد بسيط، اذا قلنا كلمه خضار كل القائمه اللي تحت الخضروات تنقز، واذا قلنا كلمه فواكه كل القائمه اللي تحت الفواكهات تنقزات. ادري ممكن تكون في لخبطه بسيطه لكن تفهم مع المقطع. اتمنى انها تعجبكم، بسيطه خفيفه. اذا في فعاليات في راسكم اكتبوها لنا تحت، انا تعبان وانا واقف بالكرسي حقي بعيد هناك. الزبده والفعاليه الثانيه ايش؟ تلخيص وملخص لبطولة السكواد. أول مرة أشارك ببطولة مع باور، نزلت المقطع اللي فات معهم جيم وعجبكم، وهذه بطولة من البطولات. أول مرة أشارك المستوى، مو مرة لكن وصلنا مركز والله ما توقعناه. ما بحرق عليكم، بخليكم تشوفونه. الملخص بسيط وسريع، أتمنى يعجبكم. لا تنسى اللايك والاشتراك، لا تنسى، خلاص ما عندك عذر، الحين موجود قدام وجهك. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، وبعلمكم التفاصيل أكثر المقطع الجاي كيف صارت، كيف جت هذه. السلام عليكم. طيب يلا، كل واحد يجلس على كرسي ويحفظه. نبدا حبه حبه الان، بسالكم عن اسماء الفواكه والخضروات. نبدا من اليمين، يلا. وش تبغى انت، فاكهه او خضروات؟ تفاح. تفاح، يلا. وانت ايش تختار؟ برتقال. برتقال. وانت؟ عنب. 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 وانت؟ موز. وانت يا استاذ؟ فراوله. فراوله. وانت؟ خذ خضار. بطيخ. بطيخ. هذا خضار؟ بطيخ. او جف انت، بطيخ او جح او حبحب، او حبحب كلها ترى تندرج تحت اسمك. اوكي انت ترى خيط بطيخ، ما بكيف خلاص ما تغير، انت معرق تبدل قبل شيء سلاح كذا صح. طيب انا اوريك. ايوه ايوه. يلا اختار. باذنجانة. 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 طيب وانت الزومبي. خيار. خيار اتوقع ماخوذ ولا اول خضروات؟ حلو. لا ثاني خضروات. باذنجان خيار. باذنجان خيار. باذنجان خضروات. بابايا. وات؟ لا 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 ما نبغى انجليزي، نبغى عربي. وات وات لا والله فاكهه اقسم بالله. هذه بالانجليزي بابايا اعرفها، نبغاها بالعربي. يا ليل. ابغى اختار لك. يا ليل الفواكه. يلا اختار لي. بقدونس. بقدونس. يلا. يلا واحد اثنين ثلاثة. هلا والله ناصر. ارحب. اهلين وسهلين. كيف حالك اليوم؟ بخير الله يسلم. جربت عصير البرتقال؟ اوف يجنن. لحظة لا لا. طيب مقسوم منكم نقطة، اللي نخسر منه ثلاث نقاط اول واحد بيطلع. اوكي ارجعوا. اقول لك جربت العصير انت؟ اوف يجنن. عصير ايش؟ قول لي. ها الافوكادو ما عرفت ايش صار عليه. افوكادو قفلوه امس في السوق، حطوا بداله بقدونس. قفلوه احتري نط انا. ايوه. انت ليش تنط؟ انت ليش تنط؟ غزل غزل غزل. طيب تعالوا بعد تنط مرتين عشان ما اطير راسك كذا. فاقول لك امس جيت من سوق الخيار. سوق الخيار. هذا له بخضار وله بخيار ينط. لا 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 ذبحنا الخيار، ذبحنا الخيار بالغلط. الخيار رقم كم؟ ارجع ارجع. الخيار معليش مخصوص. الخيار الزومبي. طيب ايوه. وش ماخذ من سوق الخيار؟ لا تكون ماخذ منه بقدونس وانا ما ادري. مخصوم منك نقطتين، باقي لك نقطة واحدة وتطلع برا يا خيارة. خيارة. ايوه ما سمعها. اقول لك انا استغربت والله، حتى جيت وانا راجع البيت لقيت اهلي قاعدين يطبخون سلطة خيار. سلطة خيار؟ ايوه سلطة خيار لحالها. سلطة خيار. سلطة خيار. سلطة خيار. سلطة خيار يقول لك. لا هذا الخيار يا ناصر مو بهذا. لا بس سلطة خيار. ايوه مخصوم منك. هذا نط هذا. هذا مو بخيار. لا هذا ما نط ما نط. هذا بقدونس. هذا الخيار بس. تعال ارجع ارجع والله والله مو بنا مو بنا مو بنا. روح ذبحت باذنجانه والله ما لك داعي. بس تدري اصلا ايش صار؟ وش صار؟ امس وانا راجع من البيت لقيت عصير تفاح مكبوب على الارض. عصير التفاح انكب على الارض؟ ايوه بس هذا ليش ينقص؟ هكر هكر جي جي والله. علق علق يا عيال. ما في علق علق.
علق علق وش في داعي وقف يلا يلا لا اله الا الله خلاص لا اله الا الله تعال يلا مسموح تعيدها يا خير ترى تخسر منك تعال ايوه اسلم اقول لك استغربت قسما بالله جيت لخمت يعني مره فصدمت ان حتى الجح والفراوله كانوا زعلانين تدري من مين من مين من الفواكه كلها الفواكه مش سوى فيهم الفواكه مش سوى فيهم الفواكه ما سوى فيهم شيء قعدوا ايه قعدوا غبي هذا وش معنى اليوم نجد هذا ايش هذا ايش كان نصر انا ماني دخل انا ماني دخل نصر فراولة 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 الفواكه فراولة يا عبيد فالغريب من موضوع ان جميع الخضروات والفواكه في العالم العربي والاسلامي ما تحب البقدونس والبطيخ ما ادري ايش بيحبون البقدونس ما ادري انت ايش رايك اتوقع ان كان لان علاقتهم في الاونه الاخيره منطويه على الخيار لا اكثر ولا اقل لكن جتهم التفاحه وقالت لهم انا بنت عم البرتقاله أيوة. اللي زارتكم امس يوم جابت معها موز ايوه والموز حتى ايوه انا لاحظت حتى ان الموز هو التفاح والبرتقال والجح والخيار دائما اذا جو يلعبون مع بعض ما يحبون البقدونس والباذنجان صدقني صدقني مو هو بنفس الفراولة صدقني فراولة. الفراولة تختلف ما أتوقع لا معيار الجذب عند الموزة أكثر من البرتقالة شوي لكن التفاحة جت وغطت عليهم كلهم أيوة أيوة أنا معك بالنقطة هذه لكن لا تنسى نفس إنك الخضروات دائما يحبون الفواكه فأنا لاحظت إنهم دائما يلعبون مع بعض هم الفواكه هم الفواكه أيوة هم الفواكه, هم الفواكه. كم مرة خسرت هذه حركة يا رجال أقول لك إن الفواكه حتى في المستودع حق بيتنا هي كويسه تدري ليش ان هذا ما نقدر الا متاخر أيوة. راح منك نقطه يا مطر بقدونس الخير اذا تعاقد مع الموز وش يصير اتوقع ان العنب والتفاح يلعبون دائما مع البقدونس لا صدقني الجزر والفواكه والخضروات تتعامل مع البقدونس حتى الباذنجان تصدق لان سبحان الله العنب علاقتها سيئه مع البقدونس الفتره الاخيره حتى الباذنجان تصدق مين الباذنجان هذا هو هذا هو اي هذا هو اي هذا هو الباذنجان خسرت الباذنجان ها الباذنجان خسر طحوا البطيخ والشمام والرمان وكلها معها الأناناس لا 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 ليش 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 أنت اسمك بطيخ مو شمام أنا قلت بطيخ أيوة قلت بطيخ معليش خوي سكران شوي معليش خوي سكران شوي شريت أمس فواكه مع تفاحة إيه شريت فواكه وتفاح وأناناس ورمان والموز صار عليه الموز ما توقع إنك شريته الموز الموز ما هو زي العنب الموز كويس يا ناصر تخيل الحبحب مرتفع سعره تصدق حتى الجح تدري لا الجح نازل لا الموز طيب الموز صار عليه الموز قصدك صدقني ان الابل والبنينه ليش نقصت ليش مبقي لذا خلاص هذا لا اله الله طلع برا ما عاد فيها لا اله الا الله الف ما عاد فيها الموز في الفترة الأخيرة صاير معضل أقول لك يلعب رياضة مع التفاح والبرتقال والعنب صاروا نحيفين ما شفت المباراة حقت الفواكه مع التفاح الفواكه مع التفاح لحاله أيوة مع التفاح لا 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 حتى التفاح بعد التفاح ترى هذيك مرة لعب مباراة ناصر وش قلت الموز انا موز وش قلت انت قلت الفواكه ما نطوا ذلك الثلاثة مركزين بالله عليك طيب قد جربت يا ناصر قد جربت تحط تفاح وبرتقال وعنب وموز وفراوله وبطيخ وباذنجان وخيار وبقدونس مع الفواكه كلها والخضروات تلحقهم لا 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 جربت احط تفاح وبقدونس وخضروات وباذنجان وفواكه مع الخضروات قلت خضروات تلحقهم نقزت الباذنجانه وانت ما نقزت نقزت انا لا والله نقزت مره واحده حقت اسمك انا صوتي بعيد تدرون شلون قلت خضروات خلينا نقزوا طيب تدرون شلون كلكم فايزين كل واحد له واحد كلكم فايزين وانتوا فايزين لا 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 معنا يبدو لي اني بكعب انا اليوم الظاهر اني بنزل على ذا البيت على اليد في حد فيصار عندي ما ودي ابش صراحه وانا مو معي شتقن تت تت لا البيت 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 البيت, البيت. وجد 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 وايت 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 برا وايت طلقه واحده اكس لما 10 ها لما 10 القطوه السوداء كلهم قطاوات اتوقع واحد راح تفخ فوق تفخ فوق ها لا 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 وايت 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 مره القطوه السوداء قطوه السوداء مره وايت الله يقطع مو قبل انا اقشرهم يا اخي قدام 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 يا شايفينك حمود حمود شايفينك حمود شايفينك هنا هنا ذي 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 23 مرتين واحد منهم واحد اعطى 22 ابغى شتقن ذا انا تعالوا احمد احمد عندي عندي انا ام الغبنه والله انهم في البوش كم واحد كم واحد اثنين اثنين عندي راح يا عمري يا حمود هي الحمود
يا عمري يا حمود في احد عامل ايه؟ ايه مش اوه هناك ثلاثة هناك راحوا كان معهم قارب 22 واحد منهم 22 واحد ثاني منهم ما توصل فراقات يلا ودي اطبع الناس 22 ثلاث مرات 22 ثلاث مرات واحد منهم بسنايبر 22 فوق بعد 44 و 22 اكفكت ثلاثهم كلهم اللي هناك 40 و 40 يا 261 يا لطيف ما شاء الله والنبي حبيب الله ليش احنا متفرقين؟ باجي باجي 42 22 هناك 44 22 ناصر ليه ما تروح لهم؟ 22 هذا وايت 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 هذا وايت هذا وايت العن اصلا 22 22 22 22 السهر والسهر يمين 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 في تيم يمين في تيم يمين في تيم يا عيال 30 مرة وعدنا شبكوا 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 يعشق الله خلنا نلعب بنت خلنا نلعب بنت يعني لا تكفى تعال ارقوا 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 بس 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 بمدك 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 واحد هذا واحد هناك واحد هناك واحد هناك عندي عمري عمري خلنا شوف خلنا شوف يمدينا يمدينا نطيحهم يمدينا نطيحهم نطيحهم ما بطلع انا هاي طيحهم انا بطلع احمد احمد ارق 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 احمد ارق 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 بسرعه انا انا برق انا برق انا هاي انا هاي انا هاي تعالوا ارقوا كلكم ارقوا بشكل هاي بشكل هاي خلاص روق روق على نفس البناية حقك يلا هناي خلاص خلاص تحت هاتون مجال هاتون 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 راح واحد انت راح واحد يا انا لازم انت ما معي مات 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 كل لا 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 يا عمري شلته يا عمري يا عيال صح عليكم صح عليكم والله جي جيم كل سعالي ترى ذا يا اخي اثنين الله يلعن امك 100 100 100 100 100 وحتى اللي فوق 100 اللي فوق 100 اللي فوق اخر شيء في الهاي 100 يا عيال يحب الرجل يدك ما ادري هذا كله يحط 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 ترى يمدينا نركب فوق تبون نركا بس مو بالحين مو بالحين مو بالحين هذا يا عيال ما دام زون عندنا روق احنا في النص يا عيال احنا في النص بيس 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 لو بخشب ناصر ناصر شب واحد رقى فوق واحد رقى فوق وي فوقنا 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 ما عليه طيحوا 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 اكسر بنايتنا اكسر بنايتنا اكسر بنايتنا اسمعوني اسمعوني اكسر ياب 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 لا لا سوك انك بكسر بكسر ارقى هاي 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 انا موردي صفر حمود تكفى عطني شيء الله يطلع من القرى اثنين عندي فلاي يا عيال مو بواحد نزلت عندك واحد امسك نوع امسك نوع امسك ريسك 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 وينك انت؟ ريسك فوقك شوي درين ايوه اكسر الهرم امسك 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 في واحد نوك فوق عيال اخر شيء ترى يمديكم تطيحونه انا ماسك انا ماسك انا ماسك واحد اخر شيء فوق نوك راح له راح له ابي عندكم وسيلة هيل 70 20 تحت 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 تاد هيلك معك 90 عمري ثلاث تراك هاي عندك هاي عندك حمود انت الهاي اثنين ضد اثنين ايزي والله ايزي والله ايزي موردك 30 موردك 30 ها موردك 30 في واحد قدامك في واحد قدامك عند الهرم يا عمري يا رجال يا عمري يا حمود خذ موارده خذ موارده هو فوقك علي رجع 130 لك 130 موردك 70 موردك 70 موردك ما معك ما معك يا عمري يا الله بحل علي الحرام قوي ذا انا وش اقول انا وش اقول وش اقول الله يعزك يا بس صغير يا اللعيب طيب اسعد امك يا حمود يا رجال رب الكعبه انك رجال وشريف هذا ناصر الله يقطع ام القهر حطيت له فخ لكنه ما تفخفخ اليوم انا دخلنا نص دخلنا نص والله غلط والله جيمكم يا عيال والله جيمكم جيمكم يا ساتر هذول اثنين او ثلاثه يا عمري والله احنا بالنص حمود راح الطب كله ما عليك خلاص ما بقى لا ما بقى الاربع ما بقى الاربع روي تعال 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 انا هاي انا هاي انا هاي انت هاي جاك حمود عيل حمود هاي ترى ذا اللي تحتك سنو ها 28 مرتين ثاني مره 28 مرتين ثاني مره الهاي عندي الهاي عندي الهاي عندي يا عمري يا حمود ثاني عندك حمود الاخير قدام الاخير قدام هنا الاخير اتوقع هنا هنا امي مات عندي 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 هنا راح 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 يا عمري يا عيال جي جي والله صح عليكم والله والله جي جي على اقسم بالله والله والله نايس يا الله متعادلين مع الثاني بالله ما
والله متعادلين معاه. اوه سعد باور تدري لو جبنا بس كل كان حنا الثاني خلاص. ايه